طيب خليني اروح بقى لحضراتكم لاخبارنا النهارده. اول الاخبار هو فوز النادي الاهلي على بتروجيت 5-1 وديا زي ما قلت لحضراتكم واتكلمت في هذا الامر، وعندنا كلام كتير في الجزء الثاني من هذه الحلقه مع نجومنا الكبار علشان نعرف ايه اللي حصل في هذه المباراه الهامه جدا. هتقول لي يا عم حتى المباريات الوديه هتقول لنا عليها هامه؟ ايوه مباراه هامه بالنسبه لنا كاهلاويه. زي ما قلت لحضراتكم شوفوا كمية الناس اللي نفسها تتفرج على هذه المباراة دي قد إيه، وشوفوا كمية الناس اللي وقفت ورا قرار عدم إذاعة المباراة، هم اللي نفسهم يتفرجوا قال لك خلاص طالما الرجل عايز كده، طالما المدير الفني عايز كده، يبقى احنا ورا المدير الفني وورا نادينا، هو ده اللي أهم بالنسبة لنا. برضو كان حوار أكرم توفيق قال فيه سنقاتل من أجل الأهلي واستعادة الدوري واللقب الأفريقي، كولر مدرب بشوش ولكن في عمله ميري، مفاسة من أحب الألقاب، وتلقيت عروضا من إيطاليا وإنجلترا وطلبت تأجيل مشاركتي نهاية الموسم الماضي، وجماهير النادي الأهلي دايما في ظهري كالعادة. زي ما قلت لحضراتكم دائما لما تبقى تلاقي نفسك مبسوط وسعيد أو لما بتبقى في حزن لا قدر الله أي لاعب إصابة، لا قدر الله أي حاجة تانية، بتلاقي جمهور الأهلي هو اللي بيقف في ظهرك. هذه هي الحقيقة اللي الأيام بتثبتها، مش إسلام ولا أي حد آخر، ولكن هي الأيام اللي بتثبت أن جمهور النادي الأهلي هو السند والظهر الحقيقي لأي حد من اللي بيحبهم يعني.